بتعرفي شو أصعب شيء بالخيانة حنان؟ أنا ما بتجي من عدو، أنا من وجع الماضي جيت. هاي البنت وراها سر ولازم أعرفه شو هو. صلي 3 أشهر أنا عايش مع وحدة ميتي. خطوط حمر ما بقى عندي، إذا حطيته براسي رح يرجع يخونك معي. ليش بكرهك القلب؟ إذا بتفتح تمك بحرف قدام هادي وباسل لأحسب الله ما خلقك. الحب والحرب كل شي مباح. للموت غداً 9:00 بتوقيت بغداد على MBC العراق.